السلام عليكم اخوان اخوات، مرحبا بكم مره اخرى في قناه الاستاذ عزابي تربيه بيتكوين. الموضوع ديالنا ان شاء الله هذا النهار نهضروا بخصوص اختبار الشفوي. دونك تعطلت عليكم واحد شويه بما نوجد الموضوع يكون متكامل وعنا نغطي جميع الجوانب. دونك كما كتشوفوا في اي فيديو كنحاول نحط النقاط في ورقه باش ما ننساوش، يعني كاين بزاف د الحوايج وهذا خذوها كعاده، كاين بزاف الاشياء اللي كتبغي تقولهم انت وكان النهار اللي غتهضر في داك الموضوع كتنساهم، ما كتناقش شي نقاط. دونك هادي خذوها كعاده، ملي تبغي تهضر شي موضوع ولا بحال مثلا انت النهار ديال الشفاوي ولا اي حاجه يكون عندكم بروجي ولا هذا، حاولوا تكتبوا داك النقاط، كتبوا داك النقاط في ورقه باش تهضر عليهم، كتب غير العناوين الكبار باش تنساهم. هذه الطريقه المثلى باش ما تنساش شي فكره ولا شيء بغيتي تهضر عليه. دونك ندخلوا في صلب الموضوع. دونك ان شاء الله غادي هذا الفيديو خاص باختبار الشفوي، يعني كيف تتعامل في الاختبار الشفوي، التصرفات ديالك، ومن هنا نعطيكم القصه ديالي، يعني كتجربه انا كنعتبرها قصه دابا ولات عندي، ولكن كتجربه بالنسبه لكم انتم، يعني شنو دير في الشفوي، كيفاش ندخل، شنو اللباس، طريقه الهضره، شنو نقول، لي سول، دونك جميع هاد الاشياء ان شاء الله غنتناولوها في هاد الفيديو. وكاين مجموعه من الاشياء اللي غنوصيكم عليها، غنوصيك عليها اللي تفاداها، هذه هي الاساسيه اللي غنهضر عليها، وكنتمنى الاخوان ما تنساوش عليها، ما ديروش هاد الاخطاء هادو. كاين واحد الاخطاء اللي كتكون قاتله في اثناء الشفوي، حيت بزاف ديال الاخوان والاخوات راه كاين اللي واحد كنعرفو ثلاثة د المرات كيدوز الشفوي، كيدوز الكتابي، كيوصل الشفوي كيطيح. دونك هاد السيد هذا راه معنا في الجروب ديال الواتساب وتشكى من هاد القضيه، وفعلا كيطيح في واحد الخطا اللي نبهتو ليه، قلت له ها انت ها الخطا اللي كديرو نتايا. قال لي والله العظيم كون عرفت قبل، كون عرفت العام اللي داز، لا قبل ما نصابش، لان داك الخطا قاتل ما خصوش يدار. يعني واخا يكون عندك واخا هو تبارك الله، يعني من خلال النقاش ديالي معاه راه عنده واحد الجانب معرفي كبير، يعني كيمتاكو، ولكن كيرتكب شي اخطاء، اي بحال شي بعض الاخوان والاخوات كيرتكبوا هاد الاخطاء. دونك حاول الله يخليكم، كملوا معايا الفيديو حتى التالي، وان شاء الله تدوزوا ان شاء الله، الله يسهل لكم يا ربي. اي واحد كيتفرج في هذا الفيديو وعنده نيه باغي يفرح والديه ومن الوالد، اللي كنلاحظ انا في الاخوان الاخوات اللي معنا في الجروب ديال الواتساب ولا معنا في الفيسبوك، اول حاجه باغي يدير هو باغي يفرح والديه. دونك ان شاء الله كما قلت لكم غنبداو نحكي لكم على انا نهضر على التجربه ديالي، وديك الساعات غادي نهضروا على النقاط اللي خصك ديرها في الامتحان، واخر حاجه هي شنو هما الاشياء اللي غادي نتجنب ان شاء الله، وربما انني هذا سميتو هادو هما النقاط، نقدر ندير الاول ولا الثاني على حسب، يعني الهضره انا كنهضر معكم عفويا، يعني كماشي كان هذا ماشي كنصطنع ولا كنهضر معكم عفويا، يعني الموضوع اللي غادي نشير ليه. دونك اول حاجه غادي نوصيكم عليها النهار ديال الشفوي هو تحيدوا الخوف والتوتر. الخوف والتوتر خلي على برا ديال القاعه ديال اللي غدوز فيها انت الاختبار. اول حاجه حيد عليك الخوف والتوتر، وباش تحيدو دير في بالك لانه هو اللي غادي يخرج عليك، الا ما حيدتيش داك الخوف والتوتر هو اللي غادي يخرج عليك. دونك باش تفادى انت هاد القضيه حيد كما قلت لك دير بالك لانه غادي يخسر لك. دونك هادي باش تبقى عندك افونتاج ولا واحد كومان موتيف باش تقاتل مع راسك تحيد داك الخوف، لان كلشي راه كيخاف، غير تحاول تغلب على هاد القضيه. ثاني حاجه غنوصيك عليكم هو الهندام، هو الهندام انا سي التجربه ديالي انا كنعاود لكم نقول لكم شنو كاين. دونك هو الهندام، دونك الهندام ضروري تلبس شيء محترم، يعني ما معيق بزاف، ما هو ناقص، عادي تلبس، عادي تلبس عادي، يعني لباس كما كيقولوا ديال الاداره، ديال كما كتشوف انت كتدخل شي مقاطعه ولا كتلقى بحال مثلا شي واحد لابس مزيان، باش كنهضر على شي وحدين عاوتاني، يعني كتلبس داك اللباس وانت كتحسن كيما بغيتي، ديك الساعات كتحسن كيما بغيتي. دونك هادي حاولوا تنتبهوا ليها الاخوان، يعني ما تلبسش شي لباس وراه محقك تلبس اللي بغيتي، ولكن ما تلبسش شي لباس لجات تاخذ عليك واحد الفكره اوليه، حيت كاين شي وحدين الله يهديهم كياخذ فكره اوليه، غير اللباس كياخذ عليك فكره اول. دونك انت حاول تجنب انت هاد القضيه هادي، لبس لباس عادي، لبس لباس عادي، ما تلبسش، ما ديرش الكاسكيطه، ما ديرش الكاسكيطه عفوا،
انك تكد الكاسكيطه، ما ديرش كاسكيطه لك سي كتلبس داك السروال مقطع الحيد، ما تلبس تلبس السروال عادي، يا اما سروال الجين عادي سبور ولا كلاس. دونك راه بحال سبور بحال كلاس، غير انت كما قلت لك ما تلبسش اللباس معيق. بالنسبه للبنات كذلك حتى هما يلبسوا لباس عادي، راه اللي بالدر ولا بالدره ما كاينش الفارق، يعني سواء كنت كنقول ندير الدر ولا ما نديرهاش اللي يسولوني راه ما كتشكلش فارق، يعني اللي حبيتي انت البغي ما يكون ما تكونش معيقه. وكذلك حتى هي اللباس، عاوتاني ما تلبسش لباس معيق، تلبس اللي بغات كيما قلت لك يكون لباس بالسور وما معيقش، ما كيتيش انتباه، هذا هو كاشي كيما قلت لكم باش تفاداو لانك طيح شي واحد في اللجنه يحكم عليك من خلال سميتو من خلال اللباس ديالك. دونك ثاني حاجه ثاني حاجه هو كما هضرنا عليها التوتر، هضرنا الدخول، من غادي يسمح لك بالدخول تسم المنادات عليك ما تمشيش داك الدخول ديال بحال داخل داركم ولا صا، سير معتدل المشي ديالك، تكون معتدل سواء البنت ولا الدري، سير المشي ديالك معتدل، يعني واثق نفسك شايف محلش الراس واقف نيشان فيرتيكال بحال هكا، ما سميتو ما تشوف لا في الارض لا في السماء لا في حتى شي حاجه، دخل نيشان واثق من نفسك، دخل واثق من نفسك وجلس. نقول لك ديك الساعات جلس، ديك الساعات جلس، يقولوا لك جلس ديك الساعات عاد جلس. وكما قلت لكم مين دخل اول حاجه تدخل بها هي الابتسامه، ماشي داك الابتسامه كضحك، غير ابتسامه هكا خفيفه بحال هكا ابتسامه خفيفه، يعني ما تعيقش بزاف، غير تكون ابتسامه خفيفه، هذه كحاجه. وحاجه اللي نبهكم عليها هي الكمامه، ضروري نهار ديال الامتحان دير الكمامه وتحترم داك التباعد الجسدي اللي كاين في هذا في الامتحان، الشباب باش ما تدخلش في شي مشادات مع اعضاء اللجنه ولا الناس ديال الامن ديال المركز ديال الامتحان اللي غادي تدوز فيه. دونك هذا كشيء. دونك هنا راه كما قلت لكم انا سيت راه بديت بديت الحوايج اللي غادير حتى في الامتحان، ونسيت على التجربه لان كاين فيها بعض النقاط خصني نعطي لهم نتبه. دونك حتى سالي هذه ديك الساعه نهضروا على التجربه لان كاين فيها الامور اللي خصك تعقل عليها وتجنبها. دونك انت دخلتي للجنه وكما قلت كتدخل مشي معتدله، ومن يطلبوا منك جلس ديك الساعه تجلس، الا كانت سبحان الله طاوله راه غتجلس في الطاوله وكديرها كتسمي الجلسه كديرها، ماشي كدير بحال هكا ولا لا، كتلبس لباس كتجلس جلسه عاديه. الا كنتي خايف من التوتر بحال مثلا هز معاك السيلو وتناقش بحال هكا عادي، ما فيها حتى شي حاجه، راه يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك لا ما تهزش شي حاجه في السيلو. بغيتي تحيد التوتر ها حيدو بحال هكا، ناقش معاهم ها جلس هكا، ما كانش عندك السيلو صافي بغيتي تجلس ها جلس جلس هكا وناقش مع ناقش معاهم ديك السيلو، يقول لك جلس هكا جلس، هو عادية الجلسه يعني عاديه، ما تحنيش هكا، ما تحنيش راسك، وقف هكا. دونك هنا في الوقفه ملي غتوقف هنايا، عفوا ماشي الوقفه يعني الوقفه ديال الراس، راه جالس نتايا هنايا، انا كننصحك على انك سميتو ديما قلب منين تشوف دخل ديك الساعه اللجنه، الا لقيتي شي واحد من اللجنه، لقيت شي واحد من اللجنه اللي وجه ديالو باشوش يعني ما معصبش ولا كتحس به ما دايرش، شوف هذاك هو اللي يعطيك الطاقه الايجابيه، شوف فيه هو اللي شوف فيه هو اللي الا شتي راسك تخلعتي هذا ديما رجع ليه. ما عمرك ما تركزش النظره ديالك على شي واحد يعطيك طاقه سلبيه، ركز على واحد في اللجنه يعطيك طاقه ايجابيه، وعقل على هذه الهضره هذه ودير بها ان شاء الله، باش لان عارف المورال راه تماك باش ما تلفش حسي راه بالتوتر كيما قلت، شوف شي واحد يعطيك طاقه ايجابيه. وبالنسبه للنظره قبل ما النظره ديال نطرح واحد النقطه، هو السؤال، استمع للسؤال جيدا، تصنت للسؤال، ما تقاطعش السؤال، خليه تيسالي السؤال ديالو حتى يسالي يحبس عاد ديك الساعه تجاوب، ماشي تخاطر في السؤال قبل ما يسالي هو تنقص انت تجاوب، هذا راه كيتسمى التسرع وياخذ عليك نظره فيها. دونك خليه تا يسالي السؤال ديالو، خليه يسالي السؤال ديالو، ديك الساعات جاوب على خاطرك وخذ الوقت ديالك، خذ ما تزربش في هذا، ما تزربش في الجواب بحال اللي درتو في الكتابي، كاين شي امور اللي ساهله ما انتبهتوش ليها، بحال اللي قلت لكم انا قلت لكم انتبهوا لذاك الادوات النفي، انتبهوا ليها ربما تبان لكم. شوفي على النظره كاين بعض الاخوان اللي تشكاو قال لي فيها انه راه ما تبعناش داك النقطه، دونك خليتي سالي السؤال وتصنت للسؤال مزيان وفكر فيه، خذ وقتك عاد جاوب، ما تعطلش في هذا، دونك خذ وقتك وعرف الجواب علاش عرف السؤال علاش كيهضر، عاد ديك الساعات جاوب. وكما قلت لكم تصنت للسؤال خليتي سالي وما تقاطعوش، عمرك ما تقاطع شي واحد كيهضر، هذه نصيحه عندي ديروها، ما تقاطعوش
ثاني حاجه زعما اللي موراها الحاجه الثانيه هو القدره، حاول دير له، حاول تكون عندك القدره على الاقناع لانك تنوط عليها، حاول تقنعه بابسط طريقه، حاول تقنع اللجنه بابسط طريقه، بابسط طريقه حاول تقنعها، يعني ماشي تدخل في شي حوايج، عطاك واحد السؤال محدد جاوب نيشان، جاوب على قد السؤال، ما تمشيش بعيد، ما تبقاش تلف في المواضيع، جاوب قال لك نعم ام لا، جاوب نعم ام لا، بلا ما تسال، قال لك اعطيني التفسير، عندك الساعه تعطي التفسير. دونك بالنسبه للسؤال اللي كيسول واش الدري جاوب بالعربيه، الا سولك باللغه العربيه جاوب باللغه العربيه، سولك باللغه الفرنسيه جاوب بالفرنسيه، سولك بالدارجه قول له بالدارجه. الو اول حاجه غديرها هي بريزونطاسيون، اذا قال لك يقدر يقول لك بريزونطوا، يقدر يقول لك قدم لي نفسك. دونك هنايا هنا ديك الساعه هذه اول حاجه قال لك بريزونطوا، الا هضر لك بالفرنسيه راه غتقول له جو سوي جي وما وراء. دونك هادو الامور ان شاء الله دابا نعطيك واحد البريزونطاسيون واحد الفيديو وشي حوايج ان شاء الله دير الشرح دابا من بعد، دابا نشوف غير الحوايج اللي خاصك ديرها وتتفاداها. دونك قلنا ان الا سولك شي سؤال اعطيه جواب محدد، اعطيه جواب محدد. دونك مين غتجاوب، منين غتجاوب حاول توزع النظره ديالك، ملي تعطي الجواب حاول توزع النظره ديالك، الا كان فيها بزاف ديال الهضره انك كتفسر شي حاجه حاول توزع النظره ديالك على اعضاء اللجنه كاملين، بحال مثلا تشوف هذا وتشوف الاخر وهذا ولين كانوا ثلاثه، هذا وزع النظره عليهم. ها انت كتهضر اشرح، خذ خليك واثق من نفسك وهضر بشويه، ما تزدمش ما تزدمش الهضره، فسر بحال هكا عادي، اها لانه هذا، يعني حاول توزع النظره ديالك، ما تخليش النظره ديالك على واحد، هذا كنهضر في التفسير. اما الا كيما قلت لك هذاك القضيه ديال وجه الباشا، واش الا شتي شي واحد معصب غير بلا ما تبقى مركز معاه، الا شتي بحال بحال ديك الساعات حاول توزع النظره، يعني كتجاوبهم كامل وكتعطيهم كامل قيمه، وحتى انت كتحيد على راسك داك الستريس ديال هذا، كتوزع عليهم باش ما يلاحظكش حتى هو، ما يلاحظكش انك كنت كتشوف غير جهه وحده ولا. دونك هذه ك ك كتقنيه، الجواب خصو يكون كما قلت لكم على حسب السؤال، وفكر قبل، فكر قبل ما تجاوب، فكر باش تعرف، يعني تسمع السؤال وفهمه عاد ديك الساعه جاوب. وكما ما تنساوش داك اللي قلت لكم، شوف الا شتي راسك بحال مثلا شي واحد في اللجنه معصاب ولا ما انت ما عجبتيش في هذا، حاول توزع النظره ديالك كما قلت لك، شوف اللي يعطيك طاقه ايجابيه باش ما تلفش. وفي حالة كاع اللي ما سولك، في حالة كاع اللي ما سولك ما عرفتيش الجواب ديالك، دونك شنو كتعامل انت في هذه النقطة هذه؟ كغادي تتعامل، دونك حاول انك تجاوب، ما قدرتيش تجاوب وما عرفتيش، قول ان شاء الله انا غادي نبحث في هذا الموضوع هذا، لان اي حاجة ما كنعرفهاش كنقلب عليها، دونك كنبحث عليها، وداك الشيء باش انا قلت للاخوان يطلعوا على التصحيح ديال الكتاب، ربما ما عرفتش كاين بعض الاخوان اللي في سميتو اللي قالوا لي صحنا، حيت راه بعض ديجا كيجيبوا الكتاب وكيسولك عليه، دونك حاول تشوف الاخطاء اللي داروا قبل، ماشي الا سولك عليه تقول انا كان هذا، ملي كنسالي كنبحث على الخطا اللي درت وكنصحو ولا حاجه اللي ما عرفاش كنقلب عليها باش نعرف، هذا هي الطريقه ولا الحيله باش تجاوب اللجنه، وانهم تقول لهم ان شاء الله دابا ما عرفتهاش ولكن غنمشي نبحث عليها ونقلب عليها باش ان شاء الله المره الجايه تكون في العلم ديالي. واي واحد راه كيجدد المعارف ديالو بالنسبه لهذا، دونك هذا